لقاء اليوم جمهور جامعة محمد الخميس بالتعاون مع أكاديمية المملكة في لقاء تمهيدي لاجتماعات البنك الدولي الذي سيعقد بمراكش في أكتوبر المقبل، ولقاء تمهيدي خاص بموضوعه حيث أنه سيتناول موضوع التعايش والتسامح في المغرب أرض الإسلام. وهذا نداء لنقول للعالم ما للمغرب من ثقافة الحوار بين الديانات واحترام الديانات السماوية، ولنقول كذلك أنه لا يمكن لأي مشروع في المكان أن يكون له معنى وصدى بدون احترام القيم وخاصة قيم التعايش. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع أصحابكم.